أولا نحييكم على هذه التغطية ديال هذه المعركة هذه اللي كناخذوها اليوم. نحن كتجار وحرفي المركب التجاري مولاي علي الشريف بتوريت، وأن هذه ماشي هي المعركة الأولى. حنا خدينا مجموعة ديال المعارك حول مجموعة ديال المطالب، وهذه المطالب اللي حنا كنعتبروها مطالب مشروعة، وأننا قبل ما كناخذوا أي معركة أننا كنتاخذوا جميع الإجراءات المعمول بها أو جميع التدابير قبل ما ندخلوا في أي معركة، منها اللقاءات منها المراسلات، إلا أنه لحد الآن لم يتم الاستجابة لأي مطلب من هذه المطالب هذو. وهذه المطالب هذو هي أولا المطلب الأول، وهو اللي كان طالبوا به الجميع، وهو مسألة الباعة الجائلين والفراشة. هذه الفراشة هذو حاليا اللي كيحتلوا أهم المناطق أو أهم المراكز ديال هذه المدينة هذه، خصوصا في المقاطعة الثانية من القنطرة مرور بالقيصرية ديال النصر بشارع مولاي علي الشريف إلى حدود المركب التجاري مولاي علي الشريف. هاد الناس هادو حنايا كنطالبوا بالتنظيم ديالهم. الاحتلال الملك العمومي راه فيه قانون، إن مادام أن الدولة كتسن وكتشرف مجموعة ديال القوانين، أنها المسؤولين في هذه المدينة هذه أنهم خصهم يطبقوها. ما يعنيش أننا حنا كتجار حاليا في المركب التجاري محاصرين داخل المركب وطالقين العنان لباع الجائلين، محتلين. انا كنقول كاين احتلال ممنهج امام اعين السلطه، وان السلطه ما كتدخلش، ولا كتدخل بواحد الشكل محتشم، وانها ما كتستمرش في التدخلات ديالها على اساس ان هاد الناس خصهم يتقلعوا. لان الشارع العمومي وهو الشارع ديال المواطن، ان التجاره تمارس في القصاريات وفي الاسواق وفي المحلات، ما كتمارش في الشارع، ولا تمارس في الشارع انها كتمارس بقانون كذلك بترخيص من طرف الجهات المعنيه. حنايا هاد الباع الجائلين كيمارسوا بشكل عشوائي امام عين السلطه، وناشدنا السلطه وراسلنا السلطه ودرنا لقاءات مع السلطه، وما كاين حتى شي تدخل. حنايا ولو اننا كنعرفوا الاسباب وراء عدم تدخل السلطه، لان هذه الوقيته ديال الانتخابات جايه، وكاين اطراف اللي كتضغط على اساس ان هاد الناس ما يتقاش، لانهم هما اوراق ولا بطائق انتخابيه. دائما في نفس الاطار المعارك ديالنا، المساله الامنيه داخل المركب التجاري. داخل المركب التجاري حصلت مجموعه ديال السرقات، كاين بعض الاشخاص حاليا محتلين المحلات، وانهم معبي من كيتعناو، وانه كيتم الاعتقال ديالهم، وانهم كيطلقوهم، وان هاد الناس هادو مشكلين خطر على هاد التجار هادو. محتلين واحد المجموعه ديال المحلات في الشطر الثالث في الطابق الاول عنوه هكا امام اعين كل شيء، ان الحراس كيشتكي، التجار كيشتكي، توجهنا برسائل، توجهنا بمجموعه ديال الطلبات المسؤولين على اساس التدخل، ان باش ايقاف هاد الاشخاص، وهاد الاشخاص هادو اللي كيجمعوا معاهم مجموعه ديال المتشردين واللي كيتعاطوا الخمور والمخدرات، وهذه كيشكل خطر على التجار، وكذلك حتى على الساكنه ولا الزبناء اللي كيجيو كيتبضعوا من هذا المركب هذا ديالنا. كاينه نقطه اخرى، وهي مساله التهيئه ديال الفضاء الخارج ديال المركب التجاري مولاي علي الشريف. هذا لكم انتم راكم درتوا جوله وشفتوا بلي ان لحد الان مازال شلا حوايج اللي زعما نشمئزوا لها، انها في الشتاء الغيس، في الصيف العجاج، يعني واخا كاين مركب ولكن ما الجماليه ديالو ما تنتهي الا في الوقيته اللي غادي يديروا التهيئه ديال المحيط ديالو، سمو يديروا الباركينغ والمرافق التابعه له. خصهم غير تعرفوا الاخوان، وهو اننا حنا كتجار ساهمنا بواحد المساهمه ديال مليون سنتيم من اي محل، بما مجموع المحلات كاين 1674 محل، يعني مليار و674 مليون. هذه خاصه في الاتفاقيه اللي بين جمعيه النهضه والمجلس البلدي السابق، انها خاصه غير من اجل الاشغال الزائده. اما الميزانيه ديال المركب 9 المليار، انها تعطات من طرف الدوله والشركاء ديالها، يعني ان هذا مليار و700 مليار و674 مليون هي خاصه لتهيئه هذا الفضاء. كنا درنا لقاء مع السيد العامل ومع السيد الباشا، انه ديال خطره فاتنا الباشا قال لي ودير غادي الشرعو تقريبا، هذه الشهر غادي الشرعو، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. يعني حنا كنطالبوا بالتهيئه ديال الفضاء الخارجي ديال المركب التجاري ديال مولاي علي الشريف. كاينه مساله اخرى، وهي مساله اللي كذلك الاداره العموميه داخل المركب التجاري، وهذه الاداره العموميه داخل المركب التجاري، ان البنيه ديال المركب
هي ما كتسمحش للضوء يكون الضوء فيه في واحد الوقيته مثلا في العشيه، لانه مغطي كامل وما كانش من كيدخل الضوء. والاناره العموميه داخل ديال المركب رابطينها مع الاناره العموميه ديال الشارع، يعني ان ديال الشارع كتشعل في واحد الوقت متاخر، وحنايا بالنسبه لنا الظلام راه كي تقريبا كيكون في الوقيته ديال العصر هاد الوقيته. اما في الوقيته مثلا ديال اواخر السنه مثلا ديال اللي شفنا نوفمبر وديسمبر وجونفي وفيفريي راه كتكون الظلمه، وحنا كنعرفوا التوقيت لان الغروب كيكون وحنا كنطالبوا من الجهات المعنيه وسيرتو المجلس البلدي انه ما يربطناش الاناره ديال المركب الاناره العموميه ديال هذا ديال الشارع. مساله اخرى وهي مساله المحلات الفارغه، كاين مجموعه ديال المحلات على حساب كل شطر شطر، لان خصكم تعرفوا عندنا ثلاثه اشطر في هذا المركب هذا، وكاين 892 محل على مستوى الريتشوسي، يعني كاين نسبه كبيره ديال المحلات مغلقه اللي كتختلف من الشطر الاول الشطر الثاني الشطر الثاني الشطر الثالث. الشطر الاول في واحد النسبه ديال 80 محل مسدوده، الشطر الثاني تقريبا في واحد النسبه ديال 150 محل مسدوده، الشطر الثالث راه النسبه ديال المحلات اللي مفتوحه ما كتعداش 10%، ما كتعداش 10%، وان المحلات المغلقه راه كتشكل كذلك خطر على التاجر. راه ما يمكنش ان اي مواطن غادي يقدر يدخل واحد الشارع اللي فيه غير محل واحد، يعني انا داك السيد المسكين اللي راه فاتح بداك المحل اللي فاتح بداك الشارع بوحده انه راه ما غاديش يقدر انا غادي تحرم من حقه مثلا في ممارسه التجاره. هذه مجموعه ديال المطالب، حنا اللي كنناضلوا من اجلها على اساس انها خاصة الدار. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.